بيت صغير بنعم بالهدوء والجمال، بيحتوي على حديقة وإن أمكن كمان حمام سباحة صغير. هو حلم بتمناه أغلب الأشخاص العاديين، بينما الأثرياء والأغنياء بيسعوا إنهم ياخذوا أفخم وأغلى وأكثر جودة ويعني وأرهب إشي من البيوت، لبيوت تقدر قيمتها بالملايين وحتى مرات بالمليارات. وهون راح أحكي لكم عن أغلى وأجمل المنازل الموجودة حول العالم كلياتهم، راح بلشكم إياها من الأرخص للأغلى. فلما أحكي أرخص مش قصدي كثير أرخص، فأنا بحكي عن منزل ستيف ذا بناكيو، ورخيص يعني قيمته 155 مليون دولار، موجود في مونتانا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمالك هو إدرا وتام بليكسيث، وهو رجل أعمال كبير وتاجر عقارات أمريكي ومنتج ومؤلف أغاني وكمان صاحب تجارة في الخشب. هذا البيت ما يعتبر كثير كبير، بس موقع المميز هو اللي بيخليه غالي الثمن، بيخليه كثير غالي بسبب موقعه الرهيب. بضم هذا البيت نادي خاص للتزلج وملعب جولف وقبو ضخم للنبيذ يعني وحمام سباحة. لا مش بس حمام سباحة واحد، لا في داخلي وفي خارجي وفي ملعب رياضة كمان. البيت البديهي هو بيت حدائق فيليمور العلوية رقم 17. بالنسبة للسعر فسعره 160 مليون دولار، موجود في كنسينغتون بجنوب غرب لندن. أما عن المالك فهي إلينا فرانكوك، وهي حاكمة الأقلية الأوكرانية وابنة الرئيس السابق. البيت كان في السابق مدرسة للبنات مصمم بتصميم العمارة الفيكتوري، بيحتوي على 10 غرف نوم وحمام سباحة تحت الأرض وساونا وصالة ألعاب رياضية وسينما كمان. التصميم الخارجي للبيت بسيط كثير، لأنه زي ما قلت لكم كان مصمم على أنه يكون مدرسة للبنات، بس بيحتوي على ديكور داخلي رائع وفخم جداً. فوضم أعمدة من الرخام وأثاث من الخشب الصلب، كمان نحاس والذهب وأعمال فنية لا تقدر بثمن. البيت اللي بعده هو قلعة هارست، قدرت قيمتها ب 191 مليون دولار، موجودة في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس. المالك أمنأ ويليام راندولف هيرسيت، تبلغ مساحة هذا البيت 15,000 متر مربع، وتم بناؤه عام 1919، ويمتلكها رجل بيشتغل في مجال الإعلام ويعتبر كمان قطب الجرائد والصحف، الراحل اللي بنى أكبر سلسلة من الصحف في أمريكا وساعد على ظهور الصحافة الصفراء كمان. بيحتوي القصر على 27 غرفة نوم، وبيحتوي كمان على نادي رياضي وغرفة للتدليك ومطبخ تخيله مجهز للإنتاج التجاري وملعب تنس، كمان فيه مكاتب للي بيشتغلوا بالقصر وثمن كراجات للسيارات. على فكرة استخدموا هاي الفيلا ذات الطراز العالي في فيلم العراب The Godfather، وكمان استضافت الفيلا شخصيات مهمة جدا جدا، منها جوك وجاكي كينيدي وغريتا غاربو وكلارك جيبل وبوب هوب، وتخيلوا كمان فرانكلين روزفيلد وينستون تشرشل برضو. وتعتبر موقع للتراث والسياحة، وتم تضمينها في نظام حدائق كاليفورنيا بالاتفاق مع شركة هيرست العقارية. Really beautiful. Oh, look at this. Used to decorate the palace of a king. Oh, yeah. Very nice. Why don't you say you work for Corleone, Tom? I thought you were just some cheap two-bit hustler Johnny was running in trying to bluff me. I don't like to use his name unless it's really necessary. How's your drink, Tom? Fine. Hey, come on over here with me. I want to show you something really beautiful. البيت اللي بعده هو بيت إليسون العقارية، سعره 200 مليون دولار، ومكانه في مدينة وودسايد بكاليفورنيا، والمالك أكيد لاري إليسون، وهو المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة أوركل، وكان مصنف على أنه ثالث أغنى رجل في أمريكا. مساحة هذا البيت 100,000 قدم مربع، والبيت عبارة عن مجمع سكني بضم 10 مباني مستوحاة من التصميم الياباني، بنوا المجمع على مساحة 23 فدان وتتوسط كمان بحيرة اصطناعية وبركة وبيت الشاي وحمام سباحة. استغرق بناء هذا المجمع 9 سنوات، وهو أحد العقارات اللي بيمتلكها إليسون، واللي بيمتلك تقريبا جميع الأحياء في منطقة ماليبو وبحيرة تاهو. طيب نيجي نحكي عن حدائق قصر كنسينغتون، سعر هذا البيت 222 مليون دولار. أما عن مكانه فهو موجود في لندن، والمالك لاكشيما ميتال، وهو أحد أقطاب صناعة الصلب الهندي ورئيس أكبر مصنع للصلب في العالم، واللي هو مصنع أرسيلور ميتال، واللي احتل مرة لقب رابع أغنى رجل في العالم، موجود في شارع صف المليارديريات في لندن. هو بالمناسبة شارع شديد الحراسة، وبيضم كمان عدة قصور للدوقات السابقة. لا فضلا كمان عن قصر ويليام وكيت، واشتراه ميتال من رئيس الفورمولا 1 بيرني إكليستون في عام 2004،
بيحتوي القصر على 12 غرفة نوم وحمامات تركية، كمان حمام سباحة داخلي وكراج لعشرين سيارة. طيب شو بالنسبة لبيت بنت هاوس؟ سعره 225 مليون دولار، ومكانه في ون هايد بارك في لندن، والمالك فعليا مش معروف، ما كشفوا نهائيا عن مالك هذا البيت، وهو بالمناسبة الأغلى في بريطانيا، وكمان أغلى شقة سكنية في العالم. شقة ركسون، بحكي عن شقة سكنية، وفيه 76 شقة، ويباع القدم المربع ب 11000 دولار. فيها نظام أمان متطور، تحتوي على غرفة اسمها البانيك روم، أو يعني غرفة ضد الهلع، لو كمان فيها شبابيك ضد الرصاص، جنب كمان بصمة العين للتحقق من هوية الأشخاص، كمان في نفق من الشقة بيؤدي لمنطقة قريبة جدا من الفندق، واللي هو فندق ماداريان هوتيل، وبتحتوي على عدة منتجات صحية وملاعب سكواش وكثير من المسائل الترفيه الثانية. هون بلش الحكي الصح، بيت فيرفيلد بوند سعره 248.5 مليون دولار، ومكانه في ساجا بوناك بنيويورك، والمالك هو إيرا رينيرت، هو مستثمر أمريكي ورجل أعمال في مجال التعدين والتجهيزات الصناعية ومصانع تركيب السيارات. ببلغ مساحة البيت هذا 100,000 قدم مربع. بيحتوي هذا البيت على 29 غرفة نوم و 29 حمام، كمان بيحتوي على ملعب لكرة السلة وملعب لكرة التنس وبولينج، يعني هيك كمان ملعبين سكواش بالمناسبة، وفيه كمان حوض استحمام ساخن ب 150,000 دولار أمريكي. وبتمتد مساحة غرفة الأكل الرسمية، طبعا هاي رسمية، في غرف أكل فرعية، تمتد مساحة هاي الغرفة ل 91 قدم. لو كمان فيه محطة طاقة خاصة بس لهذا البيت. وهون رح نبلش في التوب 3 مع الأرقام الفلكية عن جد. وفي المركز الثالث معنا فيلا ليوبولدا، سعر هاي الفيلا 750 مليون دولار، ومكانها في كوت أزور بفرنسا، ومالك هذا القصر ليلى صفرة، وبنوا هذا القصر عام 1931، وهي واحد من المنازل الكثيرة اللي يمتلكها الملك ليوبولد الثاني، اللي هو ملك بلجيكا المطل على الشاطئ. بنى هذا القصر كلياته لعشيقته، وبالمناسبة يعني طردوها بعد وفاته، وتعتبر الأكبر وثالث أغلى منزل في العالم، وبتبلغ مساحتها 255,000 متر مربع، فيها ملعب كرة سلة وبولينج وسكواش وأكيد تنس وكثير شغلات غيرها، و29 غرفة نوم و39 حمام. هاي الفيلا ظهرت في أحد أفلام المخرج البريطاني الشهير معروف الذي لا يعرف ألفريد هيتشكوك، بعنوان القبض على لص To Catch a Thief. البيت هذا ملك لليلى صفرة، وهي سيدة برازيلية وناشطة اجتماعية، متزوجة من مصرفي بارز اسمه إدمون صفرة، واللي مات بسبب حريق متعمد صار في بيتهم بموناكو واللي تسبب فيه حادثه الشخصي. أما على المركز الثاني فعنا بيت أنتيليا، سعره بدون كلام كثير مليار دولار، مكانه في مومباي بالهند، والمالك هو موكيش أمباني، هو عم مبنى غريب وكأنه تحت الإنشاء، اسمه أنتيليا، اسمه نسبة لجزيرة أسطورية في المحيط الأطلسي. تم تصنيف هذا البيت كأول بيت تجاوز قيمته المليار دولار. البيت مكون من 27 طابق وعلى مساحة 400,000 قدم مربع. بيمتلكه رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، وهو ملياردير هندي وصاحب ثاني أكبر شركة في الهند، وهي شركة ريلاينز أندستريز، المتخصصة في تكرير البروتوكيماويات والنفط والغاز، يعني بالضبط نفس شركة أرامكو السعودية. بضم هذا البيت 6 طوابق تحت الأرض، مش للعيش فيها، لا، عشان كراجات للسيارات بس، 6 طوابق تحت الأرض كراجات للسيارات، وثلاث منصات لطائرات الهليكوبتر، كمان فيه سبا ومسرح صغير بكفي لخمسين شخص، وفيه كمان حمام سباحة واستوديو لليوغا، وكمان 3 طوابق من الحدائق المعلقة. اشتغل جواته 600 موظف. أثار هذا البيت جدل كثير كبير بسبب بنائه على الأرض، لأنه كان في الأصل مخصص عشان يبنوا مدارس للأطفال المحرومين من التعليم. وفي المركز الأول قصر بنكنغهام المشهور، قيمة هذا البيت 1.55 مليون دولار أمريكي، مكانه في لندن أكيد. وتعالوا نتوقع مين ساكن في هذا البيت، يعني مين بده يكون ساكن؟ أكيد راح تكون ملكة بريطانيا إليزابيث. على فكرة أنشأوا هذا البيت في الأصل كبيت خاص لباكنغهام عام 1703، بعدين انتقلت ملكيته للملك جورج الثالث بعد 58 سنة، والآن صار المقر الرسمي لملكة بريطانيا. القصر بيحتوي على رقم، يعني أنا نفسي مش مصدق، فخليني أحكي لكم إياه عشان أنتوا كمان ما تصدقوش، 775 غرفة، بتضمن 19 غرفة فخمة
و52 غرفة نوم ملكية للضيوف، ويعني هيك حركة 188 غرفة للموظفين، و92 مكتب، و78 حمام. يعني بدون جدال بدون جدال التوب 1 حرفيا يستحق انه يكون توب 1. 78 حمام و775 غرفة يا سام، ايش فيه؟ لا وكمان توب 2 للهند اللي مالك شركات البترول كلياتها اللي في الهند. ثلاث محطات للطائرات يا زلمة، خاف الله انت يا زلمة. وما ننساش بيت ليلى صفرا الموجود بفرنسا، دخلت بيت بفرنسا وبيمتد على 255 ألف متر مربع. صراحة أرقام مجنونة وكثير حلوة. شاركنا رأيك تحت، إيش كان أكثر إشي لك تحمست له وحسيته غريب عن جد، إنه استغربت إنه قيمته 1.5 مليار؟ شغلة غريبة جدا. وملاحظة بسيطة، في ناس ممكن يحكوا لي ليش ما حطيتش بيت دريك؟ يا جماعة الخير، بيت دريك 6.7 مليون دولار بس. يعني شايفين بيت ملكة بريطانيا 1.55 مليار، يعني هو تخيلوا ال 55 مليون، سيبونا من المليار ل 1000 مليون، ال 55 مليون لحالها أبصر كم ضعف عن ال 6.7 مليار. يا جماعة دريك والشباب الطيب وكلاتهم الرابرز هذول يعني يخضعوا أمام الأشياء اللي حكيناها اليوم. ما تنسى تحكي رأيك في الفيديو تحت في قسم التعليقات، ولينك انستغرام راح يكون تحت في الديسكريبشن. ديروا بالكم على حالكم، مع السلامة.